بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف السادس، بنحل النهاردة مع بعض الإكسرسايز اللي هو about lesson 1 في unit 2 اللي هي عن الهيت كوندكشن. بناخد أول سؤال اللي هو complete the following sentence. number A، طبعا ده question number 1. number A فيه يقول لي all metals are space conductors of heat. طبعا احنا خدنا قبل كده all metals are good conductors of heat. good conductors of heat. ماشي. طب number B already بيقول لي steel conducts heat faster than aluminum. طبعا احنا خدنا عبادي ان الكوبر conduct heat faster than aluminum and iron. احنا قلنا الكوبر بعدين الالومنيوم بعدين الايرون. يبقى هنا عاوزين نقول ايه؟ كوبر conducts heat faster than aluminum. كوبر اللي هو مادة النحاس. ماشي. طب نمبر سي اولادي بيقول لي ايه؟ some examples of good conductors of heat are امثله. طبعا احنا لسه قايلين من فوق اهو good conductors of heat، قلنا مثلا الكوبر، مثلا الايرون، مثلا الالومنيوم، وكل الميتالز. يعني ممكن احنا كده هنا example of good conductors هكتب انا اكتر من مثال: كوبر، الومنيوم، ايرون اللي هو الحديد، ممكن كمان الجولد، السيلفر، دي كلها عناصر ميتالز ودي بقى كلها جود كونتاكتورز. نمبر دي بيقول لي some usages of good conductors of heat. يعني عاوز بعض الاستخدامات بتاعت الجود كونتاكتورز اوف هيت ار. احنا بعض قلنا الاستخدام بتاعت الهيت كونتاكتورز، خدنا مثال قلنا ايه؟ making، cooking، boots ادوات الطهي، وممكن كمان kettles اللي هي اللي هو الكيتلز بتاعت الشاي، براطة الشاي. يبقى الكوكينج بوتس والكيتلز، ممكن كمان اند الكتريك ميكينج ايرون او الكتريك ايرون. الكتريك ايرون ماشي، دي المكوى الكهربائية. دي بقى ايه؟ فيها جود كوندكتورز اوف ايه؟ اوف هيت. ماشي. نمبر اي بيقول لي some examples of bad conductors of heat. من الحاجات اللي هي heat insulators، يعني اللي هي المواد العازلة للحرارة، خدنا الوود مثلا خشب، ممكن خدنا البلاستيك، خدنا كمان الجلاس، وخدنا البيبر، وخدنا الكلوزيس، وخدنا الوول. كل دي يعتبر ايه؟ بنقول عليهم bad conductors of heat. ماشي. طب نمبر اف بيقول لي some usages of bad conductors of heat. بعض الاستخدامات بتاعت ال bad conductors of heat such as قلنا making handles of اللي احنا قلناه فوق cooking pots، الهاندلز بتاعتها handles of cooking pots، برضو handles of electric iron اللي المكوى الكهربائية، برضو handles of kettles، كمان ممكن تعمل الكلوزس heavy كلوزس. ماشي يا ولادي. والكلوزز حاجات كتير قوي قلنا الاستخدامات بتاعتها. ماشي. طب السؤال الثاني يا ولادي اللي هو بيقول لي put right in front of the right statement and wrong in front of the false statement and correct the underlined in the false ones. يعني احط صح قدام الجمله الصحيحه، احط غلط قدام الجمله الغلط مع التصحيح. طيب نمبر ايه يا ولادي؟ بيقول لي all materials are good conductors of heat. احنا هنا حطيت لي خط تحت كلمة all، ما اقولش all materials، اقول some materials are good conductors of heat. او ممكن اقول all metals are good conductors of heat. يعني ممكن اصحح، ممكن اقول some
materials are good conductors of heat. طبعا الجملة هي الأول لازم أقول عليها false. الجملة أقول عليها إيه؟ false. هنحط فيها إيه؟ غلط. ماشي؟ هي wrong. لكن أستطيع بتاعها some materials are good conductors of heat. أو ممكن أقول all metals. ممكن أقول all metals are good conductors of heat. يبقى إذن الجملة الأولانية دي في ليها إجابتين محتملتين. الأول هي أولا فورس والتصحيح بتاعها some materials are good conductors of heat. or ممكن تقول إيه all metals are good conductors of heat. مش هبالي؟ طيب يبقى إذن أنا ما بحبش الإجابة الإيه اللي هي one answer بس. لا، في الأكثر من إجابة ممكن تستخدمها من خلال معرفتك. بيقول لي copper is a good conductor of heat. إذن العبارة دي صحيح. copper is good conductor of heat. العبارة دي صحيح. نمبر سي بيقول لي cooking pots are made of wood. العبارة دي غلط. ماشي، العبارة ايه؟ غلط. لكن نقول cooking pots are made of، ممكن تقول لي made of aluminium. made of ايه؟ aluminium. يبقى cooking pots are made of aluminium. ماشي. نمبر دي بيقول لي handles of cooking pots are made of copper. برضه اذا العبارة دي برضه خطأ، لكن الصح بتاعها handles of cooking pots are made. ايوه انا سامع، هتقولي الوود صح، البلاستيك صح. ماشي، يبقى لكن ايه؟ made of wood بدل ايه؟ بدل cover or plastic. ماشي، تمام. طب نمبر اي بيقول لي aluminium is a poor conductor of heat. طبعا العبارة برضو غلط، يبقى دي false. مين اللي يعتبر بور؟ كلمة بور يعني باد كوندكتور. بور معناها باد كوندكتور اوف هيت. ممكن تحط بقى وود، ممكن تحط بلاستيك، ممكن تحط جلاس، ممكن تحط اي حاجة. انا كتبت هنا وود او بلاستيك، ممكن تحط جلاس، ممكن تحط وود او وود او بيبر. ماشي، از ا بور زي كلمة باد، يعني زي كلمة باد كوندكتور اوف هيت. Conductor of heat. شو؟ طب إذا إحنا كده معنا ماشي مع ولدي. طب السؤال رقم ثلاثة اللي هو بيقول لي write or provide the scientific term for each sentences. رقم واحد بيقول يعني كأنه إيه، أكتب الإيه المفهوم العلمي. بيقول نمبر إيه، نمبر إيه materials that let heat flow through. طبعا واضح دي اللي نقول عليها heat conductors. واحد بيقول لي طب هو ينفع اقول بقى good conductors of heat؟ طبعا ينفع تقول good conductors of heat. ماشي. طب نمبر بي بيقول لي materials that don't let heat flow through. بعدين طبعا هتقول لي heat insulators او bad conductors of heat. ممكن نقول heat insulators or bad conductors of heat. السؤال الرابع بيقول لي mention some usage of good and bad conductors. احنا لسه كاتبينهم فوق. usage of good conductor يعني احنا كتبناهم فوق في نفس الاسئله اللي هي قلنا ايه some في هنا making cooking pots وكيتلز والكتريك ايرن. دي كانت usage of ايه؟
of good conductors heat. Making handles of cooking pots, handles of electric iron, handles of kettles, heavy clothes, دي ال uses of a bad conductors of heat. إذا يعني see the previous answer. أنا جاوبتها قبل كده. فمش أنا عاوزك برضه تتعود إنك إيه تعتمد على نفسك وتحاول تبص إيه يبقى هنا question number 4. See question number 1. See answer of question number 1. خدناها في number A, number D و number F. D and F. D and F. دول اللي احنا جاوبنا فيهم الـ uses بتاعت good conductors والـ uses بتاعت bad conductors of heat. طب بكده ولادي احنا نكون خلصنا الـ exercises اللي هي about lesson 1 اللي هو عن الـ heat conduction. إلى أن نلتقي نشوفكم على خير في الـ exercise الثاني اللي هو lesson 2 about measuring the temperature.